إذا قمت بالتقاط جذع شجرة برية في الهواء الطلق، كيف يمكنك بسهولة إشعال نار بدون دخان بها؟ كل ما عليك فعله هو استخدام موقد الحطب الرائع هذا وستكون جاهزا للاستخدام. يتميز بتصميم فريد من نوعه يسمح لك بإضافة أحجام مختلفة من الحطب من الباب الأمامي والجزء العلوي، ومن السهل إضافة الحطب أثناء الاستخدام. استخدم شاحن الهاتف المحمول لتشغيل المنفاخ الجانبي. إذا كنت في المنزل، يمكنك أيضا استخدام قابس طاقة منزلي. إن استخدام المناشف الورقية ورقائق الخشب لإشعال النار مباشرة من الأعلى سريع وسهل. بمجرد إشعال النار اضبط المنفاخ على سرعة الهواء القصوى وسيصبح اللهب شديدا جدا في ثوان وسيختفي الدخان بمجرد احتراق الحطب بالكامل. أرأيت؟ الأمر بهذه البساطة، ما رأيك؟